وترشوف السي وانا مشيت ديك النهار لفرنسا وقفت تحت استراحة وتصور مشيت لديك البلاصة فين تيغسلو وترى كان مد يدي باقي كاع ما وصلت كيخرج عندي الصابون بوحدو لماذا هو كذلك؟ عرفتي واحد الهيبة عندنا احنا السراغنا راه ما شاء الله. بسم الله شكرا على الله. تشوز صحيكم سوبر بايك اون نوفيل فيديو جولة الليلية اليوم معنا دغي ايمن لايك جي 6 هاهي ومعنا جوج دراري اخرين تيكس ام بنيدي تيكس ام التريم وانا المهم جايبين ضوايا جولة الليلية كالعادة. سويت يا سلام هاهما الدراري يلا لحقوا علينا ديما حدا واسكم في الرون بوان ديجا طلع شويه النخيل تبان ما تيكون شي سقي وكذا تيكون شي زلق الماء تيترش لهنايا شحال واحد زلق فيه حضرت ليها شحال واحد زلق سو هنا فين تجمعوا هاد الدراري تريحوا بزاف هنا بالليل القنيشة مرحبا بالجميع ما احلى الجولة الليلية هذا سالو اكسلاراسيون جاني واحد الجوع عالمي يا اخي تعرف حال تنقصيو
تاي مزال موانا هادو بان ليا يكملو طول ياك حنا خصنا نبطو معاكدا فايب ليدي Bad boys for life. كلبو على نيكوك وفال قلعب كنت طلع بيهم فيديو كنت طلع بيهم فيديو وعلى نيب قود وخاك الله يجب قود وخاك تشت اي وحدة كين تبعك حتك يا سيدي بغضا فين جدو صاحب بلاتي الوقفة ديال السوق خبادة تشوفوا ديروا شي بلاي صافي كل هاي ديال كونتاكت ما عرفتش دايم فيهم اللعب الخايب علاش خدام هاد البلان ديال التوشية تنقرب السوارات على ود هاد البلان حتى الا جا شي واحد بغا يلعب معاك ولا بغا يحيد الكونتاكت ولا شي بوليسي تا هو بغا يلعب معاك طالك الكونتاكت وشي حاجة ما يتحيدش ليه أبار داك شي ضروري ديما شكون هز معاك الدوبل ما ربما أبار ما تهزش ليك ولا شي حاجة وتلف ليك ولا شي بلان بحال هكا أسيدي تنوض وتدير معايا الموطور وتزيد هاي باي الموطور ديما عنده فلا اللهم بارك واو الموطور عنده فلا لا ماشي بلان ثلاثة الشرطات مازال جوج الشرطات أخي اللي بان لك ندور على الاس خباك داك سير سير وهذيك الشرطات جوج ثلاثه اللي فوق راه فيهم شي 80 درهم ولا اكثر دابا الموطور فيه شي لا فيهم داك جوج الشرطات فيهم شي 70 درهم دابا الموطور بالضبط تيكون فيه شي 70 بحال هكاك ولا 80 لا يكون فيه شي دابا يكون فيه 90 درهم ولا 80 درهم حيت بلان 17 لتر المهم ما ديروش على حساب الحساب ديالي وانا صايك تندوخ الكالكول مونطال تيتخربق الى قبل انا صايك و تنفكر هذا هو البلان والطاكسي تضرب عليه الفار وغندور مع الطوار وغنكسيري يلا تبع صحابي غيجدهم الفيوج داكشي علاش غنفاني السوق لا اخي غنمشي معاكم ملي تنوصل معاكم شويه خصك تصايب داك البلان دي زايد ويلا الصاد
غنمشي معاكم نونسكم. المهم بالنسبه للناس اللي تيتفرجوا في لي فيديو ديالي ديما تيكملوا حتى الاخر، هذا هو الكارتي اللي ساكن فيه. وتحية الناس اللي تعرفوني بيرسونيلمون، تحية لكم. ويلي ويلي ناعم ندوز مع مو طاكسي ولا ماشي. ايوا بعد ما وصلنا شوية مع الدراري انا جا للدار، بيتيت اكسيلاراسيون هنايا ثاني غادي نطلعو لي طو ونكسيو. علاش تنكلاكسوني بزاف؟ على ودي ما في منطقة الطرق يقدر يخرجك شي واحد شاف الضو خضر بالليل الله يسر. ديما واخا يكون عندكم الضو خضر ما تجيوش واش كسيريو فاني وشوفوا شنو واش كاين شي واحد جاي، حيت كاين بالليل تحرك الضو ما تيوقفش. راكم عارفين بنادم مسكران بالليل شحال من حاجه، بنادم اللي تيخافي وكفيوش بالليل شحال من بلا، فهمتيني؟ مني وجبد فوق 11 ديال الليل في فيروج راه ما تتيقش توقف صراحه، مشيني ماشي في كاع البلايص تتوقف غير بلايص العامرين. دونك حتى انا تنحضي لا فضو لا فضو حمر لا فضو خضر، تنحضي اللي جاي اللي غادي. انا كيخرج شي واحد اكسيليري الله يسر وراح في الجميع، هذا هو البلان. سو حتى لهنا غنكون وصلنا للافان ديال هاد لافيديو. ها واحد مثلا جاي انتيردي الله يهدي ما خلق، الليل تتخابق شويه السيركولاسيون جاي تخابق الطريق، بنادم ماشي بقاش عارف شنو داير. ديك البسالة اللي ماشي دايره في النهار كاين اللي تيديرها بالليل، هذا هو البلان. سو نتلاقاو في فيديو جديد، يا كان تعجبكم هاد السي ديال لي فيديو ديال جوات ليليه خليوها لي في لي كومونتير. تحيه لكم تو 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 تشوز تو.